انا عملت لكم احلى تنظيم بالعالم، ما دخلني غسان، بدكم تعملوا يلي بدي اياه، والله بخرب بالدنيا. ايه بس يا لؤي، انا لو قدامك مره حلوه كنت عملت لها كل شيء بلحظه واحده. اي غسان، قدامك في مره حلوه. وينها؟ اوف لؤي، شو مناسبته هالحكي هلا؟ اول ما بتفتح تمها دغري بتتباشع. انا ما بفهم، بدي نعمل التنظيم يلي عملته بالحرف، وشو بقول بتنفذه؟ انت بتعرف قديش بقيان وقت للعرض؟ عندك فكره كيف بدك يعني ننفذ اوامرك بهالوقت؟ مستحيل، ما حدا بيعملها. ليش؟ كل شيء بدك اياه بلحظه واحده بتساويه. اسمعي ياسمين، انا قلت بدي شباب راقصين فورا بتلاقيهم بدليلك وتجيبيهم. لؤي خلص طولوا بالكم، شو هي راقصين؟ شو القصه؟ ليلي لؤي ان شاء الله تفوت. هالتنظيم كله انا عملته، انا الفنان هون. اهدوا شوي، اهدوا شو بكون. طول لسانك يا ياسمين. رولا انت كيف؟ انا منيحه بابا، انت كيفك؟ وانا منيح. شو شايفك واقفه عم تتفرج عليهم؟ ان شاء الله ينفذوا من هالعرض وما نتبهدل.